ضمن سياسة جديدة لوزارة الشباب والرياضة بفتح آفاق التعاون مع المؤسسات والاتحادات الرياضية، اختتمت بطولة العراق الكبرى لكرة الطاولة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع اتحاد اللعبة بمشاركة أكثر من 250 لاعبا ولاعبة. طبعا هذه الفعالية تأتي ضمن سياسة الوزارة الجديدة بالانفتاح وتوطيد العلاقات ورفع مستوى التعاون بينها وبين المؤسسات الرياضية الأخرى ومنها طبعا الاتحادات. البطولة الأولى كانت بطولة الجمهورية لألعاب القوى اللي شارك بها أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العراق، واليوم أيضا البطولة بطولة العراق بكرة الطاولة تشارك بها جميع المحافظات طبعا بما فيها فرق إقليم كردستان. أهل الشأن والمختصون أكدوا أن البطولة هي الأفضل من نوعها، سيما من ناحية المستويات والمواهب التي اكتشفت من خلالها، آملين ألا تكون هي الأخيرة، لما لها من دور كبير في رفد المنتخبات الوطنية والوصول إلى الإنجاز العالي. تعتبر من أفضل بطولات كرة طاولة على يعني على مستوى أنه عمري في اللعبة بصراحة، من حضور يعني بالتعاون مع الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطاولة، بحضور 18 محافظة جميع الفئات أولاد وبنات، مستوى متميز، مستوى تنافس يعني كبير. بصفتي كمدير منتخبات وطنية ومدير المدرسة التخصصية لكرة الطاولة طبعا جدا فرحان بمستوى اللاعبين واللاعبات. العنصر النسوي كان حاضرا بقوة في هذه البطولة، لا سيما الفئات العمرية المشاركة، ما يعطي انطباعا ايجابيا عن وجود بذرة ستكون مثمرة. كان مستوى البطولة بكل الزين، ولعبنا حلو واخذنا المركز الاول، وشاركت بطولة العرب اخذت الميدالية الفضية بالمركز الثاني، وكان من تعاون المدربين ويانا زين. حصلت على المركز الثاني ويا صديقاتي رهف علاء ونبأ نبأ، حصلنا على المركز الثاني في هاي البطولة. المنافسة كانت حلوة، القاعة زينة يعني. كرنفال لا خاسر فيه، إذ أن أغلب الفرق المشاركة في هذه البطولة نالت نصيب من الإنجاز، وذلك لكثرة الفئات المتبارية. من بغداد، محمد الخفاجي، المدى.